في حاجة مهمة عايز أقولها يا لينا، طالما احنا اتطرقنا لمسألة الاعتصام، يمكن في بالأمس كسل الحبيبة، وفي شرقنا السودان برضو حصل فيها نوع من المجزرة، نوع من المشاكل، نوع من الفتن. اي حاجه سيئه يعني الان اللي حصل في كسلة، نحن كاعلاميين نقف وقفه واحده، يعني حصل اعتصام كبير، ما في انسان بيرضى يعني ما يدور حاليا. ايوه، الامن والامان دي اهم حاجه نحن بنحفظ عنها حاليا في الوضع الراهن، وبعدها ان شاء الله بقيه صحيح. المطالب كلها تنفذ. ونحن مره ثانيه بنؤكد ونعول على الحكومه دور المهم جدا في مثل هذه لازم تجيب الاشياء. في المساله دي، ايوه، انا متالم الوقفه ومتازم جدا تكون للحاصل يعني وقفه في حقيقيه، كسلة. لانه كل فتره والتانيه بتحصل اشياء وتفلتات امنيه، المواطن يشعر بذعر كبير جدا. صحيح. ونحن وزي بنقول ما ذكرت انه نحن كلنا واحد يعني، فالشاعر قال ما تزعليني عن الوصول، ما شايفه لون السودنه، فسودنتنا واحده وكلنا واحد ولوننا واحد ودمنا واحد. صح. وانا بقول خلاص يا قلي انت تعبتي، احسن عودي وللشرق الفضل والباقي بالبنجودي، واطلب من الهنا الواحد المعبودي يحفظ للشرق من كل شر يا وحسودي. سلام، ان شاء الله يحفظ كل السودان يا رب. ان شاء بنتواصل الله. مع كل مشاهدينا في كل مكان، والهجرة من شمال السودان إلى جنوب كردفان في أمن وأمان، قبيل الطبق، نشاهد هذا التقرير. منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردفان تعج بفنون شعبية متنوعة وفقا لتعدد وتنوع القبائل، وربما لطبيعة المكان ذات المناخ المتنوع والجبال المنتشرة في معظم مساحات المنطقة أثر في تكوين مزاج السكان وإيقاعات فنونهم التراثية المختلفة والتي لا تكاد تبتعد كثيرا عن بعضها البعض. تتميز الألعاب الشعبية عند قبيلة طبق بالحركة والإيقاع السريع الذي عادة ما يصاحبه رقص جماعي من قبل الرجال والنساء معا داخل حلبة الرقص، وثمة آلات شعبية تحدث أصواتا تتماشى مع الألحان والرقص لإحداث المزيد من الإثارة، خاصة عند ضرب الأرض بالأرجل مع اهتزاز وتمايل الجميع طربا وانفعالا مع الإيقاع، والكلمات الملحنة المنسابة من الحناجر، وهي كلمات رقيقة شاعرة تمجد تراث القبيلة وتحثهم على التمسك بتقاليدهم الموروثة سيما وهم كانوا حكاما في غابر الأزمان. قبيلة طبق التي تنتمي إلى مجموعة الأجانغ هي إحدى مجموعات القبائل النوبية التي كانت تسكن في الولايات الشمالية، والدليل على ذلك لا زالت لهجتهم تحمل تراث الممالك النوبية التي نشأت هناك في فترة تاريخية تمتد إلى عهد الفراعنة، وحضارتهم التي تفتقت فكانت الإهرامات التي ميزتها عن غيرها وسجلت ثقافتها بأحرف من الهيروغليفية على جدار التاريخ الإنساني. سكنت الأجانغ بعد هجرتها القسرية من الولايات الشمالية في منطقة سوبا الحالية، إضافة إلى جزيرة توتي وكذلك جبل الأولياء. وأسماء المناطق المذكورة لها معاني في لغة الأجانغ، بيد أن العهد العربي أدخل عليها بعض التعديلات، فكانت سوبا بدلا من شبكي، والبركل بدلا من بركلي، وهكذا تتحد اللهجة النوبية في جبال النوبة مع لهجات المحس والدناغلا والكنوز وغيرها من القبائل النوبية في شمال السودان. هناك تقاليد تمارس في أعياد الحصاد والأفراح والمناسبات الاجتماعية عموما، وتفرد لها أغاني خاصة، كما لها وقتا خاصا سيما ما يطلق عليه محليا بالسبر الذي يعد له إعدادا جيدا من حيث الملبس والأكل والشرب، فهو بمثابة عيد عند هذه القبائل، وتحضره مجموعات كبيرة من أبناء القبيلة والقرى المجاورة في مناطق السودان المختلفة. في تقاليد الزواج
تقدم الخراف كإعلان لخطوبة البنت عند قبيلة طبق، وفي يوم الدخلة تصنع الوليمة من بعض الحبوب الغذائية التي تزرع في المنطقة، وهي متوافرة بكميات كبيرة، وثمة أغاني بمصاحبة الحكامة. وللنجارة أو الطبل صولات وجولات في قرية طبق، ولطالما تشهد ضرباته ونغماته على تقاليد قديمة ظل جزءا من تاريخها في المنطقة. ويبقى التراث الشعبي المتميز جزءا من تاريخ القبائل المتعددة، والتي من اختلفت في بعض ثقافاتها ولهجاتها إلا أنها جميعا ترجع إلى أصول واحدة.